أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وقفة مع السلوك. اليوم غادي نتكلم على ظاهرة عدم التسامح عند البعض. فالإنسان دائما اللي متسامح هو إنسان قوي بطبعه، فالإنسان اللي ما تقدرش يسامح هو إنسان ضعيف ومحصور في ذاته وعنده حب الذات بواحد شكل مخيف. فطبعا هو هذا المشكل غادي يأثر عليه في حياته وما يخليش يزيد القدام. التسامح هو قبل كل شيء مفيد بالنسبة لنا كأشخاص، لأن الإنسان اللي تيسامح تيكون عنده راحة نفسية تجعله أن الجهد دياله يكون في شي حاجات واحدة أخرى على الحقد وعلى حب الانتقام. تستحضرني واحد القصة طريفة لغاندي، سألوه فيها علاش ما تنتقمش مع الناس اللي تعملوا فيه الشر، فجاوبهم إجابة حكيمة، قال لهم: هل تريدونني أن أعض كلبا عضني؟ فهنا تتكون يعني خلاصة أن الإنسان ما تتعاملش مع الناس كيفاش تعاملوا معاه واحد الوقت، أو لأن كل واحد عنده ثقافته أخلاقياته وسلوكياته اللي تجعله يمشي في الحياة، فماشي بالضرورة أننا نتعاندوا في شي مسائل يعني واهية وما غاديش تفيدنا. حاجة واحدة أخرى دائما تنقلها في الدين ديالنا الحنيف، تذكر أشكال عديدة، يعني العفو شيء مهم، يعني العفو عند المقدرة شيء مهم، فالله سبحانه وتعالى يغفر، فما بالك أنت؟ يعني إحنا تنبقوا يعني بشر، وأي بشر معرض للخطأ، فمني تنلقى أعذار الأخي والأختي والأخي الإنسان بشكل عام، فإذا أنا إنسان مدرك على أن الخطأ توقع فيه وممكن نسامحه ونزيله القدام. فما تنساوش، سلوكك يحدد قدرك.